بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، إن أهم شيء في هذا الوجود الذي نحياه أن يشعر الإنسان بوجوده وكرامته وعزته وحريته، وكل من يقف ضد هذه المقومات الأساسية فهو ظالم وجائر وباغ. وعلى رأس هذا الظلم هذا النظام الوحشي الذي سلب المواطن السوري كرامته وحريته وأدنى مقومات عيشه. لذلك فإننا نعلن تأييدنا ودعمنا للثورة السلمية للشعب السوري الذي يطالب بحريته ورفع الظلم والعدوان عنه، ونضم صوتنا إلى الشعب السوري الحر البطل بمطالبه السلمية. ولذلك وعليه فإننا ندعو الشباب الأحرار في مدينة يبرود وضواحيها خاصة، وفي منطقة القلمون عامة، إلى الانضمام السريع إلى اتحاد تنسيقيات الثورة السورية، كما ونوجه إنذارا جادا وحادا إلى أمين شعبة الحزب في يبرود عبد القادر فتح الله، وإلى أعوانه أمثال أحمد سرحان وحسام باكير، بإخراج المواطنين الشرفاء الذين اعتقلوا من مدينة يبرود خاصة ومن القلمون عامة، أن يخرجوهم وبأقصى سرعة من معتقلات الظلم قبل أن يطير للحديث منحا آخر. وأخيرا وليس آخرا، نقول لكل من سولت له نفسه بالظلم والشر والاعتداء على إخوانه في مدينة يبرود، بيده أو بلسانه أو بتقاريره أو بخيانته، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والحمد لله رب العالمين. مدينة يبرود، 6 تموز 2011.